عشان عسكر كمال. ويشهد علي الله عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا واستغفر وأتوب إليه. إني سعيد يعني حملي لهذا العبء إن شاء الله ثقيل، بيكون يعني ثقيل عليه إن شاء الله، إني أكون قد الثقة وإني أقدم كل شيء يرضي الله سبحانه ويرضي الجميع بإذن الله. بتكلم عن وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، والله الذي لا إله إلا هو، إني لو أتكلم من اليوم وبكرة إلين آخر يوم في حياتي وحياتكم جميع ما نوفي الصدقة حقها. الصدقة أجر ومثوبة وسعادة في الدنيا قبل الآخرة، فالواحد يتصدق 150 ريال والذي لا إله إلا هو إنها تروح في حذفة حصى، شريت مثلا بساكيت ولا أشياء ولا دعادع وخريط صريط، والله ال 150 دالحين في الزمن دان كانها 15 لأنها ما تسوي لك شيء، فأنت بتساهم فيها في وقف لك ومدى حياتك وبعد مماتك. غير الصدقة مثلا أنا دالحين معي مثلا عصير وتصدقت بالشخص محتاج، في وقتها شرب العصير ذا خلاص الله كتب لك الأجر في سجل حسناتك وانتهى وقتها، لكن الوقف تتكلم أنت عن 5333 مستفيد، أسر محتاجة متعففة منهم الأرامل منهم اليتامى منهم المساكين، ولا وفي منطقة ومحافظة نائية يعني محافظة المضيلف أنا قد جيتها وأكثر من مرة، والله يا جماعة الخير من بيوتهم إنها زي كيف أقول لكم شبه خلاص متهالكة، فأنت بتساهم ذا الشيء 150 ريال في أشياء كثير، سقيا حتى الماء وسقي الماء وترميم البيوت وإعال المساكين وكسوة وإفطار صائم ومساعدة الأسر المنتجة، والله الذي لا إله إلا أجر كبير وإن سعيدين فيه، والدولة ترى تقدر تقفله في أي لحظة عادي كلها مغير يعني ألو السلام عليكم قفل الوقف ما بطول بالكلام. السلام يلا تم أسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تصدقوا وبادروا ولا يتزرعوا صدقوا والناس ما تبرعوا الناس ما تبرعوا الناس ما تبرعوا على عن معاذ ولا عن اي واحد من شو ان شاء الله الخير جايكم جميع، ما حد تبرع عن معاذ لانه ترك اثر وان شاء الله ان كلنا صاحبين اثر، ويشهد علي الله ان شيء كبير لو ما طلعت من برنامج ذا الا بذل الدروع يشهد الله ان عندي عن الدنيا وما فيها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقه. الله يبارك.